مشاهدينا ومعنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. دكتور سامر مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا أكثر من 8 ملايين شخص في اليمن يعانون من مجاعة، ما أماكن توزعهم في مختلف المحافظات؟ أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. التقرير أشار أن هناك 8 مليون شخص على أبواب المجاعة، لا يوجد مجاعة حالية في اليمن، ولا يوجد 8 ملايين شخص يعانون من المجاعة في اليمن أبدا. هذه التقارير تتكرر كل سنة وتحذر من مجاعة في اليمن، ولم تحدث المجاعة بحمد الله عز وجل في اليمن بسبب الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف والمؤسسات والمنظمات الإنسانية، سواء كانت منظمات أممية أو منظمات دولية أو منظمات محلية. نعم. مركز الملك سلمان على سبيل المثال عمل في كل قطاعات العمل الإنساني، سواء كان الغذاء أو التغذية أو الإيواء أو غيرها أو المياه أو الإصلاح البيئي أو الصحة، بمبلغ إجمالي حوالي 1.5 مليار دولار. إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية حتى الآن منذ بداية الأزمة إلى الآن في اليمن أكثر من 13 مليار دولار. في هذه السنة تحديدا، نعم، المناشدة الإنسانية التي تقدمت بها الأمم المتحدة أو تكلفة خطة التدخل الإنساني لعام 2018 بلغت 2.96 مليار دولار. المملكة العربية السعودية والإمارات تعهدت بأن دفعت 1 مليار دولار. إجمالي ما تلقته الأمم المتحدة في هذه السنة لصالح اليمن أكثر من 2 مليار دولار من شتى الأطراف. لم يحدث في عمر الأمم المتحدة أن تتلقى مبلغ بهذا الحجم 1 مليار دولار لصالح بلد في سبيل دعم العمل الإغاثي. السؤال الذي يطرح نفسه، هؤلاء الذين يحذرون من المجاعة ما هو جهدهم؟ إذا حصل مجاعة فأول من يسأل عن هذه المجاعة في اليمن هي المنظمات الأممية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتلقى التمويل الذي تطلبه في مجال العمل الإنساني والذي تحتاجه. نعم. هذه التقارير تعاد وتكرر تعاد وتكرر تعاد وتكرر. للأسف أنا أرى من ورائها الحقيقة أناس يريدون أن يشيعوا الروح السلبية في مجال العمل الإنساني وفي مجال الاحتياج الإنساني في اليمن. دكتور سامر، التدخل التحالف لإنقاذ الشرعية في اليمن، أن هذا التدخل الكارثي أصاب اليمن في مقتل وأدى إلى مثل هذا الكوارث، والحقيقة مختلفة تماما. 85% من الأراضي الآن الحمد لله عز وجل تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، نحن نستطيع أن نوزع الإغاثة في كل أنحاء هذه في كل هذه المناطق. المناطق التي لا نستطيع أن نعمل بها الحرية هي المناطق التي ما زال يسيطر عليها الحوثيين. أضرب مثال في الحديدة، في ميناء الحديدة 20 سفينة محملة بالوقود تم احتجازها لفترة تزيد أكثر من الشهر، ويمنع دخول الوقود للناس المحتاجين داخل منه. هذا مثال على إعاقة المساعدات الإنسانية من الدخول لليمن من قبل الحوثيين. طيب دكتور، ذكرت حضرتك أنه 13 مليار دولار فقط هذه السنة كانت على شكل مساعدات لليمنيين لتلافي حدوث مجاعة هناك، كيف تم توزيعها؟ هذه 13 مليار دولار أستاذة هي إجمالي ما تم تقديمه خلال الـ3 سنوات الماضية. نعم. منذ بداية الأزمة. نعم. هذه توزعت على أولا مساعدات إنسانية حوالي 1.5 مليار دولار، دعم للبنك المركزي لتدعيم الاقتصاد واستقرار ريال اليمن بحوالي 3 مليار دولار، مساعدات بينية بين الحكومتين حوالي كذلك 1 مليار دولار، وكذلك مساعدات إنمائية بحول قريب من هذا المبلغ. هذا إجمالي تقريبا ما تم. طبعا لا ننسى جهود الإمارات وكذلك دعمها من خلال الهلال الأحمر ومن خلال دعم خطة التدخل الإنساني في عام 2016-2017-2018. أنا أريد أن أذكر أن المناشدة الإنسانية في عام 2016 لدعم الخطة الإنسانية والتي بلغت 273 مليون دولار المملكة العربية السعودية تكفلت بها كاملة منذ البداية. طب نحن إذا كنا نحن نتكلم عن دول التحالف التي بالغالب تدعم أو تؤمن أكثر التمويل الذي يحتاجه اليمن
في مجال الاحتياجات الإنسانية. لماذا نسمع مثل هذه التقارير؟ من يتحمل المسؤولية؟ إذا كانت دول التحالف تأمل تأويل عفوا تتحمل التمويل، لماذا هذا القصور أو هذا العجز أو مثل هذه التقارير؟ العجز في التنفيذ وفي آليات نعم. التنفيذ حقيقة، وفي طريقة، وفي إشكال آخر العجز الكبير هو في إجبار الحوثي يعني أن يفتح الطرق ويزيل الحواجز في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية لصنعاء وغيرها من نعم المناطق دكتور، التي سيطر عليها شكرا وتعز تحديدا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من الرياض الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.